السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة في مادة مقرر التربية للمواطنة وحقوق الإنسان للصف الأول ثانوي. لنتعرف على درسنا اليوم الدرس السابع، النظام السياسي في مملكة البحرين. أهداف الدرس تتكون من هدفين، الهدف الأول يعرف مكونات النظام السياسي لمملكة البحرين، الهدف الثاني يثمن التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين. نبدأ بمقدمة الدرس الأول، التأسيس. أسس النظام السياسي في مملكة البحرين في القرن الثامن عشر ميلادي على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومنذ فتح مملكة البحرين منذ ذلك الوقت قامت دولة بحرينية حديثة واعتبرت دولة عربية مسلمة مستقلة. يتميز النظام السياسي لمملكة البحرين بجملة من الخصائص، وهما أربع خصائص. أول خاصية الانتماء للحضارة العربية والإسلامية كونها مملكة عربية. الخاصية الأخرى الثانية الانتماء إلى البيئة الخليجية كون مملكة البحرين دولة خليجية. الخاصية الثالثة وجود قواسم مشتركة مع النظم السياسية الأخرى التي تنظم الإطار العام لحركة الدولة، وهي متكونة من السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأيضا مؤسسات التنشئة السياسية المتمثلة في الأسرة والمدرسة والعمل، وأيضا تشترك في العناصر الرئيسية لمهام الدولة، الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية. والخاصية الأخيرة تفاعل النظام السياسي مع النظم الفرعية الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا يعكس النظام السياسي الخصائص الذاتية للمجتمع البحريني الذي يتميز بتاريخ عريق وتراث خاص. لنتعرف أعزائنا الطلبة على مفهوم النظام السياسي لمملكة البحرين، فالنظام السياسي لمملكة البحرين هو نظام ملكي دستوري وراثي يقوم على سيادة الشعب والفصل بين السلطات وتوازنها وضمان المساواة في الحقوق والواجبات. ننتقل أعزائنا الطلبة أولاً إلى مرتكزات النظام السياسي البحريني. مرتكزات النظام السياسي البحريني تتكون من مرتكزين، المرتكز الشعبي والمرتكز الدستوري. أعزائنا الطلبة لنتعرف على المرتكز الشعبي الذي يتكون من ثلاث بيئات. البيئة الأولى، جاءت البيئة الأولى في تاريخ البحرين الحديث عندما أجمع شعب البحرين عام 1869 عن رغبته في أن يتولى الشيخ عيسى بن علي حكم البلاد. لماذا يا ترى جاءت هذه الرغبة؟ لما كان يتمتع به من صفات الحاكم العادل والقادر على جعل البحرين واحة أمان ينعم فيها أهلها بالأمن والاستقرار. وهكذا وافق الشيخ عيسى بن علي على تولي الحكم، وتمت مبايعته حاكما على البحرين بالتهليل وإجماع أهلها في الثاني من ديسمبر لعام 1869، وكان عمره 21 سنة، واستمر منصبه حتى وفاته في ديسمبر 1932. لنتعرف أعزائنا الطلبة على البيئة الثانية. مثلت البيعة الثانية حدثاً مهماً في تاريخ مملكة البحرين، وجاءت فيها تطورات أهمها صدور بيان رسمي عن الأمين العام في 28 من مارس لعام 1970، وجاءت هذه للتحقق من الرغبات الحقيقية لشعب مملكة البحرين.
التطور الثاني مباشرة البعثة الأممية في 31 مارس من نفس العام 1970 لعملها، والتطور الثالث إجماع الشعب البحريني على عروبة البحرين وسيادتها تحت ظل أسرة آل خليفة الكرام. المرتكز الشعبي الأخير البيعة الثالثة، والتي جاء فيها مشروع مهم جدا، ألا وهو مشروع الاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني. فدخلت مملكة البحرين مرحلة جديدة من مسيرة العمل والنهضة الشاملة في ترسيخ الحياة الديمقراطية. للبيعة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ميثاق العمل الوطني الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ البحرين. أعزائنا الطلبة، لنتعرف على مفهوم ميثاق العمل الوطني. ميثاق العمل الوطني هو وثيقة وطنية تجسد طموحات الشعب البحريني ودليلاً للحياة السياسية، وقد تم إجراء الاستفتاء الشعبي في 14 و15 من شهر فبراير لعام 2001، وبلغت نسبة الموافقة عليه بنسبة 98.4 لتبدأ مرحلة جديدة في تطور البلاد السياسي. أعزائنا الطلبة، بعد الانتهاء من المرتكز الشعبي الذي يتكون من 3 بيعات، ننتقل للمرتكز الدستوري. يا ترى ما أهمية الدستور في حياة الدول والشعوب؟ للدستور أهمية بالغة في حياة الدول والشعوب، سواء من الناحية القانونية أو من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فالدستور يعتلي قمة الهرم القانوني للدولة، وله أهمية، ألا وهو يحدد شكل النظام السياسي، يحدد السلطات التي تتولى إدارة الدولة، يفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها وطبيعة العلاقة بينها، ويضمن في نفس الوقت التوازن بينها. ينظم حياة الأفراد والجماعات من حيث الحقوق والواجبات. لنتعرف أعزائنا الطلبة على مفهوم الدستور، فهو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي تحدد طبيعة الدولة وشكلها ونظامها، كما تحدد المقومات الأساسية للمجتمع، وتضبط الحقوق والواجبات والحريات، وتعين السلطات وتبين اختصاصاتها. لننتقل ثانياً إلى السلطات في الدولة. نظام الحكم في مملكة البحرين كما نعرف ملكي وراثي دستوري. لنتعرف أعزائنا الطلبة على صلاحيات الملك وفق الدستور. الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذات مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية. يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفي من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي. الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع. يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء. للملك حق تعديل الدستور واقتراح القوانين. وبعد التعرف على صلاحيات الملك وفق الدستور، لننتقل إلى أنواع السلطات، بقية السلطات في مملكة البحرين. السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس الوزراء والوزراء،
وفق الباب الرابع الفصل الثاني من دستور مملكة البحرين. يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، كما يقوم كل وزير بتنفيذ السياسة العامة للحكومة. السلطة التشريعية التي تتكون من المجلس الوطني، مجلس النواب، مجلس الشورى وفق الباب الرابع الفصل الثالث، ومن مهماتها سن القوانين والتشريعات ومراقبة أعمال الحكومة. السلطة الثالثة هي السلطة القضائية وفق الباب الرابع الفصل الرابع، ومن مهماتها إصدار الأحكام بمختلف أنواعها. ثانياً، مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها. لنتعرف أعزائنا الطلبة على مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، وهو توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها، بحيث يتحقق داخل الدولة سلطة تشريعية وظيفتها وضع القوانين، وسلطة تنفيذية تنفذ القوانين، وسلطة قضائية وظيفتها الفصل في النزاعات والخصومات. ولا يعني هذا المبدأ بأن كل سلطة مستقلة عن الأخرى تماما الاستقلال، وإنما المقصود به عدم تركيز سلطات الدولة وتجميعها في يد هيئة واحدة، بل توزيعها على هيئات منفصلة متساوية. ولا يمنع هذا التوزيع والاتصال من تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرى. لنتعرف أعزائنا الطلبة على مزايا مبدأ الفصل بين السلطات. أولاً، صيانة الحقوق والحريات. ثانياً، إتقان الدولة وظائفها وحسن سير العمل بها. ثالثاً، احترام القوانين وحسن تطبيقها. رابعاً، تجسيد الديمقراطية. ثالثاً، المظاهر الديمقراطية في النظام السياسي البحريني. أولاً، نظام ديمقراطي بإرادة ورقبة بحرينية خالصة. إن التحول الديمقراطي في مملكة البحرين تم بإرادة وطنية خالصة عندما اتخذ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قراره التاريخي بالبدء في التحول الديمقراطي، وقد حظي هذا القرار بدعم شعبي كبير، لأنه القرار كان بالشراكة بين الحكم والشعب. ثانياً، نظام ديمقراطي توافقي وتعاقدي. تقوم الديمقراطية على مبدأ التوافق بين كافة الأطراف، وهذا ما عرفته الديمقراطية البحرينية من خلال التوافق والتعاقد بين كافة الأطراف على ميثاق العمل الوطني، حيث قرر جلالة الملك حمد بن عيسى أن يطرح مشروع الميثاق في استفتاء شعبي عام. هذا التوافق والتعاقد الذي مهد لتعديلات دستورية تمت في الموافق 14 فبراير 2002. الميزة الثالثة، نظام ديمقراطي يحافظ على استقرار وتوازن المجتمع. فالنظام السياسي في مملكة البحرين يراعي التعددية، ويضمن أن يكون شكل الديمقراطية وآلياتها يساهم في تمثيل كافة مكونات المجتمع بفرص عادلة ومتساوية. والميزة الرابعة، إنه نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات. فنظام الحكم في مملكة البحرين يقوم على أساس فصل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور. ثانياً،
مظاهر الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين، لنتعرف عليها من أرض الواقع البحريني. إقرار تعديلات دستورية، صدور ميثاق العمل الوطني، إحياء نظام الانتخابات البلدية ومشاركة كافة الفئات بهذه الانتخابات، إطلاق حرية المواطن فتح حوار مع أبناء الشعب كافة، كفالة حرية التعبير والرأي، صدور عفو عام عن الموقفين سياسياً، وإلقاء قانون ومحكمة أمن الدولة، إنشاء جمعية البحرين لحقوق الإنسان، التوقيع على قالبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبهذا أعزائنا الطلبة ننتهي من درس اليوم. شكراً لحسن متابعتكم.